ديتيكالي. بما اني العبد لله ما عنديش بيرمي دونك باش نحكي على السياقه كمتفرجه وباش نحكي على اهم نقطه في الموضوع، ولكن انا امراه ومراه واتمتع بكل مؤهلات الانوثه زاده. اهلا وسهلا. اما هذا ما يعنيش اللي انا باش نقول الحقيقه. اي الوغ كلمه الحق تتقال حتى في بناتي جنسي، ما نتوقف في حدنا. بناتي جنسي اللواتي يتمتعن بخصائص نادره في السياقه، اي بان انا نشهد لهم نساء، ونورمالمون تونس تولي السعوديه والسياقه لا تجوز. ياسر تطرف عدديه. عقار عقارهم عقار نساء في الكياس. عندك كلي سوق وبلالونتي. اختي فولون هذاك ماهوش بقتي داخله تتفكفك بيه خايفه لا تهبط شاطرو في الثنيه، ولا كعبه كعك ورقه قاعده ترتب فيها خايفه لا يقولوا عليك مزفتره وما تعرفش الطيب. اكبس يدك اكبس يدك على الفولون مسحت روحك ممسك. كي الحقنه في الكياس وكي تدوبل عليها تبدا تكحر لك على جنب. يا بنتي مانيش سلفتك انا راني ورا لوستك. العقد النفسيه هذوك مخليهم في دار حماتك. واللي فاتك اغرب كي تبدا تدور الساعه ما تحطوا الكلينيتون كان بعد حلو حيل وتقول تبدا طيب في الكريمه هاي باش تدور هاي باش تدور هاي باش تعقد هاي باش تعقد. خف روحك مرز انك تطلع وك في الكياس. خلي عاد اذا حابه تعمل دومي تور ما يعادش هذا صحيح باش تبدا تسوق كان بالطالون. تبدا تذبل فك العوينات وشوفرها كالمروحه. الناس الكل اللي في الكياس توقفهم وتطالبهم باش يقفوا ويستناو ويسيسوها زاده حق مكتسب ولا هو. وكي الكهرباء تبدا توخر وحدها والحاله تكرب والرجال تسب والنساء تزمر ويخرج عاد وحايد من الشباك كي رويجل من نوع سباح منقذ ويبدا يدافع عليها. تستنيها مراتي ماكش تشوفيها ويحلى. لا يا بابا ما فماش مراه وراجل في الكياس، فما قانون السياقه. ولا شنو الضوء الاحمر كي راه المراه يستخضر ولا تضرب الحشمه يلخلخ ويصفار. يزينا من لغه مراه وراجل. هي حتى كي وقافه بوليس تقول له امان هكا توينا مراه باش تعمل لي محضر وتفك لي البيرمي. مراه تحب يفك لك حقك الفون دو تان تاعك. حد ما قال لك سوق اختي. مراه عاد كي تبدا باش تقاري شو باش يفكنا ولاده قيصريه. تبدا البلاصه هكا كبرها تهز سيمي رومارك هكا ما راهوهاش راهو المستمعين تهز سيمي رومارك وكرهبتها قد الكوكوت. وهي تبدا تدور 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 تقول تسوق في كار نهارين وهي تفرع وبعد تعيط لواحد تقول له خويا وحلت الوش عليك سامحني الوش عليك. وهي كان ترجع انت لتاريخها هذية تلقاها البيرمي خذته بطرق ملتوية. نهارت اللي هي تعدي في البيرمي المونيتور رجل تقي هكا ودين تبع سليفي في جبهته يعيط يا بابا يا امي. راجل بهمته هكا متربي وهي جيته لبسة كاش متاع بورتابل. الراجل يتغسر بكله عرق وشرتلة وهو يقلها بدل الفيتاس وهي تحب تسوق ساق على ساق. الراجل خاف من ربي مدلها البيرمي وهبط يجري قال لك يجيب بلاي على غير يديا. حاسيلو شوف يزي ونعمل فيمينيزم في الكياس على خاطر وراء كل امبوتياج عظيم مرأة ما تفرقش بين الاكسيليراتور والامبراياج. هذاك علاش اختي اقرا على روحك واخدم على روحك وجيب الحنينات واشري كريبة اوتوماتيكية كيكا البس طالون البس فيزون طوله زوز مترو اعمل اللي تحب عليه وما يتمز عليك حتى حد.